لكل إنسان قبرين، فأما قبره الأول فهو في جوف الظلمات الثلاث في رحم أمه، عندما يلقي به أبوه خفة نطفة مدرة في رحم أمه في ظلمات ثلاث، كما قال الله رب العالمين: في ظلمة من فوقها ظلمة من فوقها ظلمة في ظلمات ثلاث. في هذا القبر الحي المتحرك في الرحم في رحم الأم، في هذا القبر في الظلمات الثلاث تبدأ الحياة، وهو قبر لعمر الله عليم، فيه النماء وفيه الزيادة وفيه الأخذ بأسباب الحياة. فيخرج الإنسان بعد من قبره الأول للعمل في الحياة ومن أجل الخلافة في الأرض ومن أجل الجهاد، من أجل الجهاد لإعلاء كلمة الله رب العالمين، ثم تمضي به الحياة برتبها، تطوي المراحل مرحلة من بعد مرحلة، والسنون تتعاقب والأيام تتوالى والثواني تكر ثانية من بعد ثانية، ما من ثانية تمضي إلا وتقرب إلى القبر مرحلة من مراحل الوجود. يا ابن آدم إنما أنت أيام ومراحل تطوى، كلما مرت منك ساعة أو شريعة أو ثانية فإنما تقربك من النهاية بحسبها. فإذا ما مات الإنسان ودخل قبره الثاني ظل فيه ما شاء الله أن يظل، ثم خرج للعرض والحساب والجزاء عند رب الأرباب. نسأل الله أن يحسن لنا العاقبة أجمعين.